خلي نقعد ويا الناس نشرب شاي. ها نشرب شاي أو قهوة. السلام عليكم. كيفك؟ ها السلام عليك. أنا نشرب شاي. نشرب شاي يلا حبيب الدستور. الله يخليك. الله يديمك انت سيدنا حبيب قلبي. تحياتي. ها عمو تعال حبيبي. انت ابو الكوفي شوي عفو. لا اطلعوا. تعال عمو حبيبي تعال يمي هنا. انت ابو الكوفي؟ انا اشتغل بالكوفي. شيفان بالكوفي. نعم. شلون هالشغل هنا؟ كل زين. حركه زينه. مرتاحين بالموصل؟ طبعا سيد المحافظ موجود اكيد مرتاحين. والله والله زين. هسه انت شو تشربني؟ شكريت. شرب شاي لو قهوه لو داني. والله بالنسبه لي احب الشاي اكثر من القهوه. يا بس جيب لنا شاي. شاي بعيوني. اليوم احنا على حسابك. ها عيوني لك. يلا على راسك. يلا تسلم. يا أنا شفت الشوارع اللي موجودة عريضة، بس أكو مناطق أنا شفتها سيادة المحافظ بيها اكتظاظ، بيها زخم، ازدحام مروري. إحنا اليوم ما عندنا 5 مجسرات تنفذ بس بالأيسر، هذه أثرت على حركة المرور بشكل كبير. إحنا أستاذ نجم ما ردنا ننطي أسبرين، ردنا نخلي علاج. إذا ما نسوي هاي المجسرات راح تصير عندنا الأزمة خانقة جدا، لأنه عوائل كثير رجعت إلى الموصل. الوضع الاقتصادي للناس تغير. الآن البيت بأكثر من سيارة. فهذه المجسرات أثرت، لكن أنا طلبت من أهلي أن يصبرون 3-4 حتى تنحل. يعني هاي الأزمة وقتية إن شاء الله. زين. إحنا جيتنا صارت مفاجأة يعني ما متفق عليها. وضع الجامعات في داخل الموصل. يعني إيش تقصد؟ جامعات مستوى عمرانها، مستوى الإقبال عليها. يعني أنا جازم وأقدر يعني إذا صار لك مجال. جامعة الموصل أنا أعتبرها يعني ما أدري حتى انطباع الأخ وزير التعليم العالي أفضل جامعة من حيث البنيان والبنية التحتية الآن أصبحت بالعراق. يعني بيها أكثر من 76,000 طالب، بيهم 12,000 طالب من خارج الموصل من محافظاتنا الوسطى والجنوبية. الجامعة التقنية بيها أكثر من 30,000 طالب، وبعدها تيجي جامعة نينوى. عندكم طلاب من خارج نينوى؟ إيه 12,000 طالب من خارج نينوى. خارج نينوى؟ إيه. من الجنوب ما جنوب؟ من الوسط والجنوب والأخ اللي شفناه. هذا إيه الهوسة والناصرية. يعني عندنا كثير، والآن دا نبني إحنا كمحافظة نساعد الجامعة دا نبني أقسام داخلية للطلاب يعني. عندنا ايضا جامعه الحمدانيه ولو هي ناشئه تعتبر، وجامعه اللعفر في طور الانشاء يعني.